كان خبر صادم، ولكن الحمد لله الوالد واحد الانسان طيب، كان تيدير الخير في الحياه ديالو بزاف، وكيشهد بهذا الشيء واحد العدد كثير ديال الناس. وفي نفس الوقت انا فرحان لانه ان شاء الله من اهل الجنه، وانا لله وانا اليه راجعون. ما عرفناش، كان تقريبا ديال الفتره ديال 25 يوم كان في حاله طبيعيه، ولكن مباشره من بعد الظهور ديالو في البرنامج ربما صدفه يعني تلقينا خبر انه مصاب بالكوفيد. وصراحة كنا تندعيو معاه ودائما تندعيو معاه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.